سيشهد العالم خلال الفترة القادمة أزمة طاقة كبيرة، وذلك من خلال حصول ارتفاع جنوني سعر أسعار النفط والغاز وارتفاع قياسي لأسعار المواد الغذائية. نعم، أكثر من هيك يعني بعد؟ نعم، سيواجه العالم أزمة اللحوم من جديد وبشكل كبير، وأرى أن معظم الدول أو الناس ستبدأ بالاستغناء عن أكل اللحوم، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار بشكل خيالي، وأيضا بسبب حصول حدث خطير يدع تجارة واستيراد اللحوم إلى بعض الدول على المحك. شبكات الإنترنت سوف بتتوقف وبتنقطع لفترة زمنية محدودة عن أغلب دول العالم لحدث ما. هذا حيصير. سيتم إيقاف التعليم في عدة مدارس وجامعات بالعالم، وذلك بسبب حصول حدث مؤسف وكبير بيتعلق بانتشار وباء جديد وخطير غير كورونا وغير الفيروسات اللي حكيوا عنها. إن شاء الله ما تصير خلال المرحلة القادمة. نشوف جامعات ومدارس بترجع بتتسكر. تلوث خطير ومقلق، سيطال المياه وذلك من جراء تعرضها لمواد سامة جدا، مما سيهدد حياة الملايين من البشر حول العالم. مطارات بعض دول العالم بتشهد مرحلة إغلاق وبتوقف الرحلات الجوية من جديد، وهذه الإجراءات ستؤدي إلى حالة من البلبلة والهلع والقلق بين الناس. الإعلام سيتجه من جديد إلى تسليط الأضواء على بعض المصارف اللبنانية والأجنبية حتى، وذلك بسبب بعض الفضائح المالية من جديد، مما سيجعلها أمام وضعية الإفلاس أو الإقفال، خاصة بأمريكا وأوروبا، والمفاجأة كبيرة بأسماء هذه المصارف. يعني بتبتدي من عدة، فينا نقول، دول عربية لا أمريكا لا أوروبا. أجسام مجهولة نشوفها بتظهر بسماء لبنان، وفي أجواء أكثر من دولة عربية، وذلك خلال المرحلة القادمة. يعني أجسام غريبة يعني. أي أول مرة منشوفها. لأحداث أكيد مؤسفة. العالم يغلي من جراء وقوع حدث عالمي، وأرى أكثر الدول رجاء تعلن حالات طوارئ، وبعض الدول تتأهب وتستعد لمواجهة وتداعيات هذا الحدث. سيشهد العالم حادثة كونية مخيفة وخطيرة، وذلك بسبب اصطدام نيزك ضخم وكبير يضرب الأرض ويسبب كارثة وهلع بشري مخيف.